مرحبا وأهلا وسهلا في أحلى أصحاب برج العقرب الحساسين كتير كتير كتير، واللي بيهتموا بالتفاصيل ومتعبين حالهم ومتعبين اللي حواليهم بالحساسية تبعتهم. لكن أنا بشوف إن هاي الحساسية يعني نابعة من قلب طيب، من لأنه هم كتير مثاليين في، خاصة في العاطفة حتى في الشغل، فبستنوا دائما من الأطراف اللي حواليهم إنها تكون بنفس القدر من الشفافية، وهذا حقهم. لكن أنا برجع وبقول يعني برج العقرب لازم شوي تخفف من الحساسية تبعيتك بالأشهر الجاي، لأنه كتير الأمور رائعة اللي عم بيبين معي، يعني أحلى ورق عم بيبين معي. ولشريكك على فكرة الخير، يعني الخير جاي لإلك ولشريكك، إن كان زوج أو إن كان حبيب أو في علاقة عاطفية معه، فهو حينوب من الخير. جانب حبايبي برج العقرب وبنات العقرب اللي بجننوا، اللي كتير بيهتموا بحالهم وبيهتموا باللي حواليهم، وبيحبوا يدلعوا الزوج وبيحبوا يدلعوا الحبيب، وطول الوقت اللي بدك اياه حبيبي وكذا. بس بنفس الوقت اللي بحبه في بنات برج العقرب هو انهم مش هبايل، يعني هم طيبين، لكن شخص العقرب هو طيب لكن مش أهبل، هو بيعطي بس بيعرف إنه اللي قدامه يمكن يستاهل يمكن ما يستاهل. هم ما بينخدعوا أبدا في الأشخاص اللي حواليهم، وعندهم حاسة سادسة على فكرة. برج العقرب بالفترة الجاية راح يكون في عندك خيارين، خلينا نشوف بس على أي صعيد. في عندك خيارين بالعاطفة، خليني أحكي عن المتزوجين أول شيء. المتزوجين والزوج كان في نوايا انفصال أو طلاق، طبعا هذا الإشي يعني والله أعلم إنه ما حيصير بهاي الفترة أبدا، لأنه الأمور من حسن لأحسن وللأفضل رايحة. بالنسبة للمتزوجين من برج العقرب، بترجى انه الشاب والبنت من برج العقرب يكونوا يعني صبورين شوي، ما يكونوا حساسين، يمشوا، ما عم بحكي انه يمشوا الاخطاء الكبيرة، لا، يعني بس ياخذوا يعطوا، يفهموا ايش الموضوع قبل ما يزعلوا، لانه هم بيزعلوا كتير وبيزعلوا حالهم، ما بعرف كأنهم يعني بيحبوا الزعل. فأنا بوصيهم ما يكبروا الأمور، بالعكس بيصغروها، لأنه هذا الموضوع يعني زواجكم هو زواج ناجح بكل المقاييس. بالنسبة لعزاب برج العقرب في عندهم خيارين، والخيارين أحلى من بعض يا جماعة يا جماعة. برج العقرب في عنده خيارين حلوين، واحد أفضل من واحد، لكن برج العقرب ما حيختار ولا واحد من الخيارين. ما بعرف ليش، هذا اللي مبين عندي إنه هو في حيرة كبيرة. طبعا أنا بقرأ لكم الورق وبحكي لكم بنفس الوقت نصيحتي لحتى تستغلوا هاي التوقعات لصالحكم، تنقلب الأمور بدل ضدكم لصالحكم. الخيارين كتير حلوين، فحاولوا تختاروا الأفضل، ما تستنوا، ما تضلكم تستنوا يا عقرب الشخص المثالي اللي 100%. هذا الشخص واحد منهم حيكون كثير رائع، عنده أموال، عنده ما بعرف، يعني واحد منهم حتختاروه. انتو إذا اخترتوه حتختاروه بعد تفكير طويل عريض، لأنه برج العقرب يعني بطيء باتخاذ القرارات المصيرية، هو على الصعيد اليومي أو القرارات اليومية هو سريع كثير وما بفكر.
كتير بالموضوع، ديناميكي، بيعرف كيف يختار لبسه، أكله، روحه، جياته، الأشخاص اللي ماشي معاهم. يعني هو شخص ديناميكي وجميل وكل هاي الأمور، لكن في الأمور المصيرية هو بيوقف هون، وكأنه يعني بده ياخذ قرار. هو فعلا قرار مصيري صعب، لكن انا بحكي لكم انه جايتكم تنتين علاقات، يعني شخصين، يعني بنصحكم انه تختاروا واحد منهم، لانه التنين مناح والتنين بيخدموكم في الطريق، في الاوقات الجاي والسنين الجاي، لانها علاقة طويلة الأمد. ما تضلك تطلع لوراك لبرج العقرب. طبعا برج العقرب اسم على غير مسمى، هو أبدا مش عقرب، هو صديق صدوق. يعني إذا عرف حدا بتحس إنه أصدقائه عمر الصداقة تبعتهم 10 سنين و15 سنة، ومن هذا الحكي اللي ما بنلاقيها بالأبراج التانية. هو شخص كتير شفاف وكتير بيحب إنه يكون اللي قدامه الطرف التاني شفاف مثله. بقول لك حتى لو كان الشخص اللي قدامك مختلف، لكنه اللي مبين عندي إنه إنسان رائع، ومن الناس اللي بيوزعوا فلوسهم على المحتاجين، وبيحاولوا انه يمسكوا كل الامور. يعني رح يريحوكم بالفترة الجاي من كتير امور. وبقول لك يا الاعزب من برج العقرب، بقول لك انه في تغيير كبير في شخصيتك، رح تكون في تغيير كبير للاحسن. يعني راح تحس انه بس بمجرد اكم من شهر انت كبرت 10 سنين بالنسبة للحكمة. راح تكون سريع في قراراتك المصيرية، راح تكون بالافضل ان شاء الله والاحسن. اللي حواليك راح يحبوك في الشغل، خاصة في الشغل. السمعة راح تكون كتير طيبة من بعد مشاكل كبيرة صارت في الشغل، لدرجة انه انت كنت بدك تترك كل شيء بالشغل وتروح، بس انت ما رحت لحد الآن. وانا بقول لك استمر، لانه الامور من حسن لأحسن في موضوع الشغل. لكن الأمور بتترتب عليكم أنتم، بنصحكم دائما مش بس لبرج العقرب لكن لكل الأبراج. بتمنى دائما تكونوا متفائلين، دائما تحطوا حسن النية في الشخص اللي قدامكم. احنا عارفين انه في هذا الوقت صعب تلاقي شخص شريك مخلص او، لكن انت بتقدر تغير الشخص اللي قدامك بحكمتك وبلطافتك، بتقدر تغير من الشخص اللي قدامك. وكتير من العلاقات يا برج العقرب بتبلش انه التكامل او الانسجام بين الطرفين يا دوبك بيكون 20-30%، ما بتلاقي الا انه الشخصين صاروا خلص شخص واحد بعد فترة. وهذا الاشي بيعطينا حكمة، او بيعطينا يعني حكمة انه مش للوهلة الاولى انا خلص هذا الشخص اكس، يعني اكس عليه. لا، انا برج العقرب انا بوصيكم انه تاخدوا الامور بتروي، تدرسوا الشخصين هدول اللي قدامكم، ان كانت بنت العقرب او شاب العقرب، كان عنده فرصتين يدرسهم كتير منيح، لانه واحد منهم راح تكون العلاقة طويلة الامد، يعني زواج. في زواج وخطوبة لبرج العقرب لمعظم مواليد برج العقرب، وطبعا للي تواصلوا طاقيا معي، لانه طاقتكم مش كلكم بتوصلني، فالقراءة بتكون لنسبة معينة مش 100% من اللي عم بسمعوني، واحيانا بتكون القراءة عكسية. فبرج العقرب شهر حيكون كتير حلو عليك، واكيد انت هلا عايش البوادر، يعني بوادر شهر 7 رح يكون حلو كتير، شهر 8 رح يكون شبه شهر 7. فبتمنى لكم انه هاي التوقعات تزبط يا رب عليكم كلكم، لانه توقعات كتير بتجنن وكتير حلوة.
ويا رب يا رب انه يكتب لكم الخير كله، وخلينا نحكي لكم مبروك بالنسبة للزواج، يا رب انه اكبر شريحة ممكنة من اللي عم يسمعونا تزبط عليهم هاي القراءة ويتزوجوا بشهر واحد من الثلاث أشهر. وكتلك لبرج العقرب.